الى عوض خميس للخلف فريد شكلام ينقل الكرة يا سلام في مكان سليم جهاد الحسين كرة خطيرة في مصلحة نجران يا ولد يتلعب مرة واثنين الله 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 هذا جهاد هذا جهاد نعم انه جهاد الحسين جهاد الحسين يعمل الزين ويكمل اثنين ويعدي من اول ويعدي بالثاني ويسجل هدف اول لنجران انه اللاعب المعضله انه اللاعب المشكله انه الظاهره انه الظاهره جهاد الحسين الذي يسجل اول هدف ابطال الوادي يسجل هدف شوف معايا اللعبه شوف الذكاء شوف الاختراق شوف خطا من مشعل السعيد خطا من دفاعات الاتحاد ولعبه ذكيه من جهاد الحسين يا سلام يا سلام يا سلام لاحظ لاحظ معاي لاحظ معاي يصوب لك كرة في داخل شباك علي المزيدي يضع الاتحاد في حرج ويكمل مسيرته محرز الكبار انه صائد الكبار الجديد يا جماعة انه صائد الكبار الجديد لعبة ملعوبة ولكن اخيرا الملعوبة في شباك الاتحاد اليمنى محاولة نجرانية ومحاولة اتحادية وتارة واخرى والمحاولة بالكعب تكمل مع محسن نجراني يا جول ثاني الله جول 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 لمصلحة نجران ماذا يفعلون أبطال الوادي في بحر جدة البحارة أمام أبطال الوادي نجران لا مال لا مصاريف لا طيران لا حجوزات ولكن يحجز موقعه في دوري زين نعم لا حجوزات لا طيران لا مال لا دفع أعضاء شرف لا أي ممولات رئيسية ولكنه يمول نفسه بنفسه إنه التورنيدو تورنيدو الدوري يسجل لنفسه هدف هي كرة ملعوبة يسجل محسن نجراني ثاني أهداف نجران روعة يا أبطال الوادي روعة روعة يا أبطال الوادي ما هذا الذي يحصل ولكن خلونا نتحدث الآن عن كرة عرضية ملعوبة لأحمد عسيري بالرأس داخل المنطقة مسعود كريري الله الصوت كريري يسجل الصوت في المرمى جول للعميد جول لإذ الملاعب جول لنمور الملاعب نحن عايدون إننا قادمون من أجل آسيا من أجل آسيا آسيا الصفراء سيعبر من خلالها الأصفر عن طريقه سيعبر بترول الملاعب عن طريقه إنه البترول إنه عالم من ثروة كرة القدم كرة ملعوبة نايف يشتعل وهناك الإدي يشتعل 22 مباراة لعبها وفاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 نايف جول الفرعون يعود في الاتحاد الفراعنة موجودون في ملعب المباراة الفراعنة موجودون في ملعب المباراة كنيدة يعود في الاتحاد وجمهور النمور يشتعل في ملعب المباراة يا حسني تعمل ايه يا عبد الربوب تعمل ايه يا عبد الربوب جننت الملعب جننت المدرجات يا عبد الربوب هي كرة لمصلحة الاتحاد ملعوبة يا سلام رداد الصوت طالع ولكن اللي ما يطالع يطالع في حسني عبد الربوب هو اللي يطلع وهو اللي يسجل هدف ثاني للإدي 2-2 دورة النمور في ملعب المباراة دورة النمور في ملعب المباراة ايش تسحب يا ناوي ايش ناوي تسحب يا ناوي هي كرة ولمسة وتتخلص من الشبك وهدف ثاني حسني عبد ربه يطلب 3 ملايين و700